السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل في الفيديو ده شرح برنامج الايتابس. كنا في الفيديو الاولاني اشتغلنا على عمل الدي اكس اف فايل اللي هو بعد كده هندخله على الايتابس عشان نبدا نموديل بقى المبنى. فكنا وصلنا لشكل زي كده. ده الدي اكس اف فايل بعد او دي اكس اف دروم، يعني بعد ما رسمناه بالفتحات بتاعته بالبلاطات المتخبطه زي ما قلنا. ما بنغير السمك، عايز تغير بلاطه، لو عايز تغير سمك او بلاطه جوه بلاطه بترسم لها بلاطه لوحدها. وتسلاب ايدج والعمدان راسمينها كذا، وقلنا ازاي بنموديل الكلام ده كله. هتقوم واخد الشكل بتاع ده تعمل لاير ايزوليت، وتقوم واخد ده وحط كنترول سي كنترول في فايل جديد. وبعد كده تقوم واخده هتختار بيس بوينت ثابته عندك تكون انت عارف هي فين، لان انت لو عندك كذا بلان هتحتاج تدخلهم على نفس البيس بوينت عشان يبقوا راكبين على بعض. انا بحب دايما اختار اجي عند العمود الشمال اللي تحت وايه بتوديه البيس بتاعتي، واعمل لها موف للصفر وصفر وصفر. طبعا عشان تكتب صفر وصفر وصفر قدامك حلين، يا اما تقفل الديناميك انبوت بف 12 وتكتب 0 0 0، او ان انت على طول تنزل انت تكليك تحت وتكتب، لانك لو في الديناميك انبوت عملت 0 0 0 هيعتبر ان هو ده يعني بتبقى شغاله ريلاتيف مش ابسوليوت. فانت كده بتعمل الفايل بيتحرك في نفس مكانه، يعني بيفضل في نفس مكانه. بعد ما حطيت الفايل في ال 000 تيجي تقوم عامل الفايل سيف از دروينج تحولها دي اكس اف، مثلا بي 2 مثلا، سيف دي اكس اف فايل لان ده اللي ندخله على الايتابس. دوس سيف. ما تنساش تقفل الفايل، لان انت لو ما قفلتش الفايل مش هيعرف، ما بيرضاش يدخله هو على الايتابس، يقول لك ان في مشكله. دوس نون سيفش تاني. تعالى بقى نفتح الايتابس. تفتح ايتابس، ايتابس ليه انترفيس شبيهه جدا بالساب. احنا هنخش على طول في الشغل، وكل ما نحتاج حاجه نتعلمها في وقتها بدل ما نقعد نشرح كل حاجه في الاول. اعمل فايل نيو موديل، بيقول لك بيديك ثلاث اوبشنز، يا اما عايز تستعمل يوزر سيفد يوزر ديفولت سيتنجز، انت بتبقى مظبط شويه ديفولت سيتنجز في البرنامج فعايز تستعملهم، ده حل. أو أنت بيبقى عندك فايل تمبلت أنت عامله وبتدخله وتشتغل منه، وده معظم الشغل اللي بنشتغله. تاني حاجة لو احنا زي اللي بنشتغله كده عايزين نبدأ من الصفر، فهنختار اللي بيلت إن سيتنجز اللي احنا عايزين نختار نبدأ بيه. أول حاجة ديسبلاي يونتس، طبعا احنا بنشتغل على مترك اس اي. ستيل سيكشنز وستيل ديزاين احنا مش محتاجينه في حاجة، لأن احنا هنشتغل كونكريت. ونختار الكود بتاع ديزاين الكونكريت، لأن احنا هنصمم إن شاء الله الكولمز والشير وولز على البرنامج. فبنختار احنا البي اس، بي اس ده اللي هو البريتش ستاندرز، اللي هو الكود البريطاني. هو اقرب ما يكون الكود المصري مع شويه تعديلات كده هنتكلم فيها على وقتها. بنختاره دلوقتي لانه انا عايز دلوقتي يبقى مدين الاوبشن تدخيل الماتيريال بالاف سي يو مش اف بس، لان الكود المصري بيشتغل زي الكود البريطاني بالاف سي يو الكونكريت كيوب كومبرسيف سترينث، لكن الاس اي مثلا بيشتغل بالسلندر. طبعا انت في تحويل بينهم وكده، بس انا مش عايز اخش في قصه التحويلات، فببدا على طول من الاول بالبي اس. هتلاقيه هو بيعرف الماتيريالز بيبقى مدخلها لك اف سي يو مش اف برايم سي. ودوس اوكي. هيفتح لك شاشه ثانيه. الحته اللي على الشمال دي هتكريت فيها جريدز بنفس الطريقه اللي انت بتكريت فيها الجريدز في الساب. مش هخش في تفاصيلها دي لانها اصلا عمري ما كريت جريدز في التابس، لان الشغل بتاع التابس دايما بيبقى بيلدنجز وبتاع، فانا عمري ما هحتاج كريت، يعني عمري ما هشتغل على البرنامج، دايما بدخل دي اكس اف. فالنقطه دي هسيبني منها واجي تحت هنا اختار بلانك، انا ادخل شاشه فايل فاضي. دي بقى المهمه، موضوع الادوار. اول حاجه عندي كام دور؟ انا مثلا انا عايز 12 دور مثلا. عايز ارتفاع الدور التيبيكال كام؟ يعني ارتفاع الادوار، يعني ارتفاع الادوار غير التحتاني، لان هو بيبقى عنده بوتوم فلور وتيبيكال، يعني ده الديفولت بتاعه. فانا عايز كله 3 متر، فادوس انا 3 ادوس انا 3. طب سي انا مثلا هو هنا مديني كلهم 3 متر، انا مش عايز مثلا ابدا اغير في النص حتى، طب انا اعمل ايه؟ دوس على كاستم ستوري داتا، اديت ستوري داتا، هيفتح لك كل الادوار، هتقعد تغير تسميه الادوار وارتفاع كل دور، وهنسيب كل دور من البيز، البيز دي هي فيها مكان سبورتس يعني. او السترينز اللي نحطها. فكده انت عارف اللي انت عايزه، تدوس اوكي. خلصت الديفينيشنز كلها، دوس اوكي. هتلاقي هو فتح لك تو ويندوز، حاجه اسمها موديل اكسبلورر. التو ويندوز دول ده اللي هو بلان ممكن تقلب فيه، ممكن تجيب هنا تقلب في البيز ستوري 1 ستوري 2 ستوري 3 وهكذا. وده 3 دي فيو. حبيت مثلا تقفل البلان فيو عايز تشغله تاني هتدوس هنا، ال 3 دي فيو هتدوس هنا. طبعا نادرا لما بنبص على الاليفيشن يعني في الايتابس، يعني انا حتى في شغلي دايما بشغل بال 3 دي والبلان وهنعرف قدام
بنجيب النتائج ونطلعها ازاي. المهم دخلنا الفايل هنا، نبدا بقى ندخل الدي اكس اف فايل. نعمل فايل امبورت دي اكس اف، طبعا هو طريقه الشغل على ايتابس مختلف شويه عن الاس، فبنختار امبورت دي اكس اف اور دي دبليو جي اوف اركتكتشرال بلان. طبعا هو بياخد دي دبليو جي، بس مع شغلي انا في دي دبليو جي ما بيبقاش مريح، بتحس ان في مشاكل بتطلع، فانا دايما بحب اشتغل ببقى مسايب فايل مسايب الفايل بتاعي دي اكس اف. لو فتح لي كده او انا داخل على الفايل اللي مسجله كان اسمه بي 2، اول حاجه دي مهمه جدا ما تنساش الكاد امبورت يونتس او كاد رونج يونتس. انت في الكاد رسم بايه؟ احنا في الكاد رسمين بالمتر، ده مالوش علاقه خالص البرنامج شغال ازاي، لكن انت عشان هو يقدر يحول نفسه. احنا هناك كنا شغالين بالمتر، عايزين ندخل الاول على الدور الاولاني. تمام. طبعا لو انت بتدخل فايل يعني انت لو مدخل كاد قبل كده عايز تدخل كاد تاني، بيقول لك عايز تعمل اوفررايد ولا اد لو في فايل تاني. يعني احنا حاليا لسه بادئين فما فيش حاجه تاني، مش اوكي. افتح هنا ستوري 1 تلاقي فايل موجود. طبعا دخل هتلاقي دخل عند المكان اللي انت معرف له. طبعا قبل ما نشتغل بس نظبط اليونتس عشان ما يحصلش اي مشاكل منا. طبعا انا عامل اس اي بس انا عايزها تبقى كيلو نيوتن متر، اختار كيلو نيوتن واختار متر اوكي. انا 3 دي مش عايزه في حاجه اقفل. شوف بقى دلوقتي احنا بعد ما دخلنا هنشتغل ازاي. طبعا احنا دلوقتي مدخلين الحاجه بتاعتنا، وقلنا قبل كده ان هو قطاعات الاعمده بتخش من ان انت رسم. جميل. يبقى انا كده انا مش محتاج اعرف قطاعات اعمده في اللحظه دي، لان احنا لسه بادئين ديزاين ومفيش حاجه. فانا هاخد القطاعات اللي جايه من الاي اكس اف، اقول له اختار القطاعات دي، او مش اختارها، ما عنديش اوبشن تاني يعني، هو بياخد القطاعات دي. طبعا المفروض ان انت يعني عشان ده كان فايل مصمم، فالقطاعات ليها ابعاد مختلفه. انت في الاصل بتبقى لسه مش مصمم حاجه، فبتبقى حاطط اي قطاعات بس عشان ترسم العمود. يعني انا غالبا ببدا مثلا ب 30 في 80 30 في 70 30 في متر، اي حاجه بس عشان تقدر تدخل الموديل، وحتى عشان ترسم الاستاتيكال سيستم. فقبل ما نشتغل محتاج نعرف كل القطاعات الا قطاعات الاعمده ونعرف ماتيريالز. فانت بتعرف الماتيريالز ديفاين ماتيريال بروبرتيز. اول حاجه عايزين نعرفها الكونكريت، اللي هي دايما معروفه الديفولت بتاعه الكونكريت عنده 4000 بي اس اي، دي ماتيريال كونكريت. خش عليها اعمل موديفاي هتلاقي ان التايب بتاعها ايه؟ كونكريت. حلو جدا. انا برضه بحب اسميها كونكريت عشان تبقى واضحه بالنسبه لي في التسميات. جميل. بعد كده هنعرف شويه حاجات مهمه. اول حاجه عايزين نعرفها هي الويت بريود فوليوم الجاما. احنا متعودين نشتغل بالجاما ب 25. حلو قوي. بعد كده الايه؟ احنا عارفين ان احنا بنشتغل 4400 روت اف سي يو. 4400 روت اف سي يو دي بتطلع بالنيوتن بير او بالميجا باسكال يعني. فلو قلنا 4400 طبعا هو بيحسب مضروبه فيه. اذا شان اف سي يو 25 باور هاف 4000 روت اف سي يو تطلع بالنيوتن بير مليمتر سكوير الميجا باسكال، بقى اكتب ميجا باسكال. دوس انتر. حصل هو ايه؟ هو حولها لك. تمام. بعد كده بصور ريشيو. تمام ما دخلش ده. تخش انت على احنا دلوقتي عرفنا حاجتين، الجاما عرفنا الاي. تخش على ديزاين بروبرتي داتا عشان تعرف اف سي يو. وزي ما قلنا هو عمل ايه؟ خلي بالك الديفولت بتاعك كونكريت كيوب كومبرسيف سترينث اف سي يو. احنا بندخل اف سي يو 25 ميجا باسكال اللي اشتغلنا عليها ايه، فهو بيحولها لك كيلو نيوتن بير ملي بير متر سكوير. دوس اوكي. اوكي اول حاجه عرفناها الكونكريت. طبعا خلي بالك احنا مش عايزين نعرف ستيل، يعني في طبعا الماتيريال دي هي بتبقى الاستراكشر الستيل، هتلاقي هنا طيب الطيب بتاعها ستيل، احنا مش عايزين نعرف دي، عايزين نعرف الانفورسمنت لان احنا هنصمم. دي ماتيريال الانفورسمنت الديفولت اللي محطوطه. هتلاقي الطيب بتاعها اسمه ريبار. جميل. مش مهم وزنها، طبعا احنا عارفين ان الاي 200000 يعني 200000 ميجا باسكال. تمام. حلو قوي. بعد كده عايزين نعمل ديزاين بروبرتي داتا عشان نعرف الاف يلد والاف الدر. هتلاقي في حاجه هنا اسمها مينيمم وفي حاجه اسمها اكسبكتد. احنا بنشتغل طبعا يعني يقول لك لو في مينيمم فاليو وفي لو في اكسبكتد فاليو متوقع انها تيجي اعلى شويه او حاجه. احنا طبعا ما بنشتغلش كده، فبايه؟ محاورين كله نكتب يعني نكتب المينيمم والاكسبكتد زي بعض. تمام. طبعا الاف الدر بندخلها 520 ان كان مش مهم قوي يعني. احنا شغالين لينير اصلا. عرفنا ندوس اوكي وسميها رينفورسمنت. ادوس يبقى احنا كده عرفنا الماتيريالز الكونكريت والرينفورسمنت. طب تعالوا نعرف الكروس سكشنز. يبقى اول حاجه عرفناها ماتيريالز، تاني حاجه هنعرف الكروس سكشنز. ديفاين سكشن بروبرتيز. تعالوا نبدا. احنا طبعا قلنا الاعمده مش هنتعرف فيها حاجه،
عايزين نعرف كاميرات. سيدي دلوقتي في اللحظه دي انا عارف ان انا احط كاميراتي كلها 25 في 70 ماشي. طبعا جبتها منين؟ انت المفروض بتبقى عامل الا على كذا والا على 10 و12 والكلام ده، وبتعمل جروبنج للكاميرات بصفه مبدئيه. فهتعمل اد نيو بروبرتي كونكريت ريكتانجلر وتختار ده، سمي مثلا ده بي 25 في 70، الدبس كام بالمتر؟ 0.7، لويث 0.25. فالناس هنا محتاجين نعرف حاجه مهمه. ايه اللي محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف حاجه اسمها الموديفايرز. الناس اللي شغاله في الزلازل طبعا انا مش بشرحش بالتفصيل، لكن برضو يعني ممكن الناس تبقى عندها باك جراوند. الفورس بتاعت الزلزال نفسها اللي تيجي على البيلدنج هي المفروض ان الزلزال انرجي. الفورس اللي بيسحبها تبقى بيز على الستيفنس بتاعته، يعني كل ما المبنى يكون اقوى، مش اقوى يعني كده يعني مور ستيف، مش اقوى مور ستيف يعني انشف، بيسحب لود اعلى. ده بالحسابات مفهوم وبيطلع بالحسابات واضح يعني، وبالمنطق مفهوم. ايه انرجي؟ والانرجي فورس في ديستنس. فلو المبنى ستيف هيتحرك مسافات قليله، فعشان يجيب نفس الانرجي ويشيلها محتاج يبقى شايل فورسز اعلى. فعشان كده محتاجين الستيفنس تعريفها دقيق. طيب دلوقتي الستيفنس بتاع المبنى هي فانكشن في ايه؟ فانكشن في كروس سكشنز. طيب طب لو انت ما عرفتلوش اي حاجه واشتغلت على كده هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو هياخد القطاعات بتاعته ويشتغل بيها الفول انرجي، لكن اللي بيحصل ان القطاعات في الالتيميت ستيج والكلام ده بتشرخ، فمعنى كده الانرجي بتاعتها اقل. فمحتاجين نعرف موديفاير الانرشيا بحيث يقلل شويه هو الستيفنس في حساباته. فهنخش على الموديفايرز دي، هتخلي المونت اوف انرشيا اباوت اكس 2، اكس 2 دي اللي هي يعني المونت حوالين ده اللي هو يعني زي ام واي مثلا، و3 ده ام اكس. بنخلي الاثنين طبعا الفاليوز دي موجوده في الكود ب 0.5 و 0.5. ونيجي على التورشنال كونستنت، الديفولت بتاعنا ان احنا ناخد رقم صغير. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، او يعني ممكن ما شرحناش الكلام ده في الكورس ده، لكن اللي احنا عارفينه او طريقه شغلنا ان احنا بنخلي كاميرات ما تشيلش تورشن، لان انا مش عايز اصمم كاميرات على تورشن الا لو كانت كاميرا هتبقى انستيبل لو ما شالتش تورشن، او بارات انستيبل لو مش لو الكاميرا مش شايله تورشن، فدي بنصممها تورشن عادي. لكن انا بحب الغي كل تورشن على كل الكاميرات، لان انا مش هصمم تورشن يعني. فبخلي التورشن الكونستنت ايه برقم صغير جدا وادوس اوكي، مش صفر لان الصفر بيبقى فيه احصل مشكله عليه. دوس اوكي كده عرفت قطاع الكاميرا. حلو قوي. طيب تعالى نعرف قطاع الكاميرا قطاع البلاطه. زي ما قلنا هنا في بلاطتين، في البلاطه الاصليه اللي بره اللي هي 25، البلاطه دي ناخد احنا 24 سي مثلا، خدنا ال اكبر ال على 32 طلعت 25. فنعمل اد نيو، ناخد دي نعدل عليها على طول حتى موديفاي سميها اس 24 سلاب 0.24. نفس الكلام نخش على الموديفاير، كود بيقول لك ان الموديفاير بتاع البلاطات 0.25، فتيجي على اي مومنت 0.25 ده M11 وده M22 وM12 حاجة شبه تورشن كده برضه بنعرفها. ندوس اوكي. اوكي البلاطات المتهبطة دي احنا قلنا هنهبطها مثلا 6 سنتي، فهناخد بلاطة 18 تعمل اد كوبي وتسمي دي اس 18 تعمل ده. طبعا الموديفايرز متعدلة لان انا عامل كوبي، عشان كده دايما بعمل موضوع الكوبي ده عشان ما اقعدش اعدل الموديفايرز تاني. فعرفنا البلاطه متهبطه الاس 18 ودوسنا اوكي. تمام بعد كده عايزين نعرف قطاع الحيطان، فده ديفاين سكشن بروبرتيز وول سكشنز. سي هيبدا كل الحيطان انها تبقى حيطان 25، تخش على موديفاي سميها 25 تمام، ما هي معموله 25، وخش على الموديفايرز بتاعتها. الكود بيقول ان الموديفايرز الوولز 0.35 كمومنت يعني، فهتخش على كل المومنتس برضو وتخليها 0.35 35 فلوس. اوكي طبعا احنا كده عرفنا كل القطاعات بالموديفايرز بتاعتها الا قطاعات الاعمده. فقطاعات الاعمده بالذات بعد ما بتترسم هاخد القطاعات اللي هو رسمها وانا احط عليها الموديفايرز بتاعتي. طيب خلاص كده عرفنا قطاعاتنا الا قطاعات الاعمده، عايزين نبدا بقى نحط الرسم بتاع نفس من الموديل نفسه يعني. فتيجي هنا على موديل اكسبلورر، ولو كان مقفول تقدر تفتحه من اوبشنز شو موديل اكسبلورر تمام. تيجي هتعلم على موديل ويندوز بلان فيو اركتكتشر لايرز، نمسك واحده واحده. اول حاجه ايتابس كولوم، عايزين نحط الاعمده نعمل ايه؟ تعمل تيجي عند اللاير ايتابس كولوم كليك يمين تعمل اد كولوم اوبجكت. بكل بساطه هتلاقيها عامل ايه؟ هتلاقي رسم اعمده في كل القطاعات دي، شايف رسم اعمده في كل قطاعات. حلو قوي، ارجع للبلان.
ستوري 1 طبعا شغالين على ستوري 1. بعد كده اذان برضو من طريقه شغلي بحب لما اجي اشتغل او مختار اي حاجه رسمتها واعمل لها هايب عشان ايه بحب ارسم تاني عليها حاجه ما يحصلش مشكله. نيجي على الرولز. انا برسم الرولز ازاي؟ طريقه رسم الرولز بدخلها بكاميرات واعملها اكسترود في اتجاه زد. ده بالنسبه لي افضل حاجه في عملها. فادوس على ETABS Walls Add Beam Object. بص برسم مكان كل حيطان ايه لان استراحه كاميرات تمام. او مختار الكاميرات دي واعمل Edit Extrude Frames to Shells. عايز اعمل لها Linear Extrusion في اتجاه زد بارتفاع الدور ماينس 3 عشان تحت وعددها 1. وطبعا هودي ريستورس اوبجكت اللي انا عايزه يمسح الكاميرات. انا الكاميرات دي مالهاش لازمه عندي. ادوس اوكي. تعال نشوف في 3 دي كده رسم شويه هو حيطان. طب انا عايز احط لها القطع بتاعها. اجيب ويندو اختارها كلها بويندو واعمل اساين شيل وول سكشن اختار الحيطه 25. جميل تمام. دخلنا الحيطان تمام. بعد كده اختار الحيطان اعمل لها كليك يمين هايت سيلكتد اوبجكتس. طيب بعد كده عايزين ندخل ETABS سلابس وETABS بيمز وETABS اوبجكتس. طيب دلوقتي انا ما اجي ادخل الحاجات دي انا قطعت يعني الكولمز والوولز انا اللي بحرف له يعني الكولمز بياخد قطعات اللي هي بالشكل والوولز انا كده كده برسمها كاميرات واعملها اكسترود واعرف القطع. طيب انا ما اجي ارسم الباقي بقى هياخد القطعات منين هو؟ فعشان اخلي مثلا ETABS سلاب عايز البلاطات اللي يرسمها يرسمها بالبلاطه ال 24 لازم تيجي تفتح امر سلاب. ده امر سلاب وده امر سلاب درو ريكتانجل او درو فلور وول. ده اختار القطاع بتاعك اللي انت عايز ترسم بيه. عايز اس 24 تمام. اختار اس 24. تعالى على ETABS سلابس كليك يمين اد اريا اوبجكت هتلاقي البلاطه دي كده لو اخترتها وعملت عليها كليك يمين طلع بالقطاع ال 24. طيب عايز اعمل البلاطات اللي هي ال 18 افتح امر السلاب واختار البلاطه ال 18 وكليك يمين اد اريا اوبجكت. بص هتلاقي رسمها اهو ب اس 18 تمام. طب عايز اعمل الاوبننجز. هو بالنسبه للاوبننجز هي عباره عن بلاطه قطعها اسمه اوبننج. فتعالى على الاوبننج هتلاقي على البلاطه هتلاقي في قطاع ديفولت اسمه اوبننج موجود تمام اختاره. تعالى على ETABS اوبننجز كليك يمين اد اريا اوبجكت. دي سهله بسيطه جدا. طيب بعد كده فاضل ايه؟ البيمز. نفس المنطقه عايز هو ياخد القطاع بتاع البيمز اللي انا معرفه في الاول فاختار البيم ده امر البيم درو بيم او كولوم وخلي القطاع بتاعك اللي هو البي 25. حلو قوي. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا القطاع اللي عايز يرسم بيه الكاميرات واجيهم على ETABS بيمز عامل كليك يمين اد بيم اوبجكت. خلصنا رسم. اعمل بقى شو اول اوبجكتس هتلاقي رسم لك ظهر لك كل الرسمه كل الرسومات كل الاوبجكتس اللي انت عملتها. طبعا حاليا انا مش عايز اظهر الاركتكتشرال بلان فاجي على علامه الصح دي اللي هي ديسبلاي اوبشنز واقفل اركتكتشرال بلان ليرز علامه الصح اللي فوق هنا دي واقفل دي وادوس اوكي. هتلاقيه عمل ايه؟ خفى. لا ما خفاش يبقى احنا في حاجه ما دوسناش احنا الصح. ما قفلناش. دوس اوكي كده تلاقي ما عادش في عندك غير البلاطات بتاعتك. وبكده يبقى احنا عملنا موديلنج او دخلنا الفايل مبدئيا كجيومتري على الETABS. في الفيديو ده هنتوقف كده واللي جاي ان شاء الله هنبدا نكمل في شويه بقيه الديفينيشنز والاساينمنتس. شكرا والسلام عليكم.